الماتش بيبقى صعب كمان، يعني هو الماتش خلصان سكور بس يعني صعب. الماتش يعني هم الفرق مش ماتش كلوز، فرق 3 او فرق 4 ده مش فرق كبير قوي عندنا يعني. وكمان انتوا كاسبين الزمالك كمان في دور الثمانيه، كسبناهم كام الزمالك يا كابتن؟ 10 4 10 3 10 3 يعني برضو ما شاء الله بسكور. الحمد لله. يعني قصدي اقول لك انه انت فرض عليك الطريق الاصعب ومع ذلك ما استسلمتوش. انا قصدي اقول لك ان المكسب حلو، يعني انتوا كاسبين بمكسب تستحقوه. مكسب صعب ايوه يعني. طيب يعني خلينا نتكلم عن الفرقه عددها كام واحد مثلا؟ احنا بنبدا الماتش 15 بس احنا عندنا الحمد لله عدد كبير، فعندنا حوالي 7 أو 8 كمان بره السكور، يعني نقول 22 23 لاعب. هل في عندكم مجموعه مصعده ولا كلكم فريق لا أول؟ في كتير قوي يعني. في مصعده، في مثلا حوالي 15 واحد اللي هم عندهم بطوله 22 سنه اللي هي جايه دي بتبدا 2000 دول. يعني هو في حوالي مثلا 6 أو 7 بس هم اللي الفيرست تيم بس، الباقي كله. طب شايف دي حاجه كويسه ان احنا اغلبنا شباب؟ اكيد طبعا شايف دي حاجه كويسه، حتى الكبار يعني ما شاء الله يعني. يعني يعني ربنا يحفظكم يا رب في صحتهم، يعني مش لعيبه كبار يعني مخلصين، لا لعيبه بتأدي. وعندنا كمان يعني اللي هو اكبر واحد فينا اللي هو كابتن الفرقه كابتن عبد الستار، ده عنده 31 سنه، فيعني بالنسبه للوتر كله مش كبير. طب قول لي يعني انت مركزك مدافع، والمدافع ده المفرمه كلها يعني الدفاع يعني. بص لسه كان قبليك زياد وائل بيقول الباكات يعني مالكم فعلا. طيب يعني المطلوب ايه؟ يعني انا عشان العب باك او يعني يحطوني باك، ايه اللي المدرب بيشوفه في اللعيب والتاني يقول لك لا ده هلاعبه فورورد، لا ده هلاعبه وينج، لا ده هلاعبه باك؟ ايه المواصفات الباك؟ يعني هو لازم اهم حاجه يكون بيتحرك على رجله كويس في الميه، ويبقى قوي برضو اكيد لازم طبعا، وسريع وكل حاجه طبعا. بس طيب في الووتر بول في السباحه النص اللي فوق بيبقى اهم كتير من تحت، يعني يمكن النص اللي فوق بتلاقي لعيبه السباحه بيبقوا عاملين زي 7 كده من فوق جامدين، لان طبعا عضلات البنش والكتاف والحاجات دي كلها، وبيبقى من تحت رفيع شويه. الووتر بولو النصين مهمين صح، والرجلين كمان لازم تبقى اقوى من النص اللي فوق جدا. بس يعني برضو لازم يبقى هي اللعبه كلها بتعتمد على الكور برضو، او كور بطن وظهر وكله، فهي لازم تقوي كل حاجه في جسمك. طيب خلينا عشان الناس اللي ما بتشوفش ووتر بولو، كام لاعب في الميه؟ 7 و7 بالجون يعني 7 6 وجون بيبقى ده اللي موجودين في الميه، وبره السكور كده يبقى 7، يبقى بره السكور في 8، انت بتقول 15 بتسجله صح كده. التغيير خلينا يعني يدي برضو حاجات فنيه للعبه، التغيير في اي وقت ولا لازم الكره واقفه؟ لا عادي، وهو الماتش شغال ممكن تخرج حد ينزل زي الهاند بول كده، زي الهاند بول. بس ليها يعني تفاصيل تكنيك معين، لازم تخرج وتسلم، ليها حاجات معينه، يا اما ممكن يطرد لو يطرد. يعني زي اليد لازم يطلع برجليه الاثنين بره اللاين عشان التاني ينزل بالظبط، هيك حاجه زي لازم تسلم او تسلم حاجه معينه بطريقه معينه عشان تسمح لزميلك انه ينزل الميه بالظبط، هما الاثنين يخرجوا وبعد كده واحد منهم يخش، يعني لازم الاثنين. في العادي التغيير ده بيبقى في الدفاع، ما بين الدفاع والهجوم، ولا ممكن اثناء الهجمه؟ لا في اي وقت عادي، اي وقت في اي وقت. طب هو الصح يبقى ممكن الهجمه شغاله ولا بيبقى صعب؟ في لعيب مثلا يعني هو لازم تبقى في ترانزيشن. صعب قوي تبقى 6 و6 بيهاجموا او بيدافعوا تقوم مخرج واحد، هيبقى في واحد زياده في الفرقه الثانيه. طيب عدد الاشواط؟ 4 اشواط زي الباسكت. كل شوط كام دقيقه؟ 8 بس 8 دول ظهر بس، 8 مش ملعبين. لا 8 بيقف ممكن يقعدوا مثلا ربع ساعة تلت ساعة، يعني 8 لعب، هي 8 لعب 8 ملعبين، ساعة بتقف لما اللعب بيقف كده. زي الباسكت زي الباسكت اليد لا ممكن تبقى ماشية بيباصوا وطالعين بالراحة والكرة بتاعه طيب عدد الحكام في الملعب كام؟ بيبقوا كام؟ 2 بس مش قليلين 2 على اللعبة؟ يعني في ضرب ومفرمة، ده عايزين 10 عيون، 3 وب10 عيون. ما هو في بيبقى في 2 على الماتش هم اللي بيديروا الماتش، وفي بيبقى مراقب للماتش، وبيبقى في المفروض جادج، في جادج بول بيبقى قاعد على الخط، بيبقى يعني مش بس بيساعد. بيساعد بس المين بتاع التحكيم في الماتش بيبقى 2 بس، مقررات من الاثنين دول. بس ما بيبقاش كل حاجه باينه طبعا ليهم تحت الميه، اكيد مش بيشوف يعني. فانت بسمع تحت الميه ده بيبقى فيه رفس وضرب وتقطيع مايوهات وكل حاجه. انا بسمع الكلام ده صح؟ الكلام ده حقيقي اللي بنسمعه ده حقيقي؟ حقيقي طبعا. واللي انا قلته ان فعلا الوتر بولو من اعنف رياضات في العالم ده صح؟ هي اعنف رياضه في العالم عامه دلوقتي.